هل يصح أن نجمع بين إثبات صفة اليد لله عز وجل وبين معانيها فنقول لله يد تدل على القدرة والنعمة والعطاء؟ لا لا، ما نفتح باب التأويل. لله يد حقيقية تليق بجلاله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لما أمر الله جل وعلا، أنا قلت لكم أكثر من مرة لا تبتكروا شيئا من عندكم، اتبعوا قول السلف فهم أعلم منكم وأحكم منكم، فلا تحدثوا أشياء من عندكم، اصطلاحات من عندكم. نعم.